نفس الشيء عملته هنايا بالنسبة لي، يعني اللي يكونوا أقل شوية. بدلت لا كولير، بدلت أيضا الستيل تاع الكتابة. مثلا 18 تقدر تكتب 18 ولا 16، فوالا 16 مثلا. هنا لي كونيسونس بريالابل، لي كونيسونس بريالابل هما لي كونيسونس، هما المؤهلات القبلية، يعني اللي لازم يعرفهم الطالب قبل ما يقرا هذه المادة. مانيش راح نكمل ديتاي كامل تاع هاد لا كارت كونسيبتوال، راح نعطيكم برك كيف تاجوتيو مثلا فوليوم اورير. ناجوتيو هنا ايماج تبين الفوليوم اورير، نكريي نو جديدة هنا، نضغط عليها نقولو اجوتي ايماج. دونك نروح لهنا ونحط انا لي زيماج تاوعي، شي فورماسيون ميديا فوالا كلوك. هنا نقدر نبدل في هنايا في الكولير، نديرو بيض فوالا اوكي كولير. نفس الشيء هنا فوالا، هنا هذه نحيو الكتابة تاعها فوالا. لا جاتنا الفوتو كبيرة بزاف، نضغط عليها ونقولو ايماج سايز تاعها مثلا 60، بعد صغيرة نكبرو فيها شوية نديروها 120 فوالا. ايضا نقدر ناجوتي دوتر ايماج، هنا نضغط عليها نقولو اجوتي ايماج مثلا هنا فورماسيون. هنا انا درت فيه شي وحطيت فيه لي زيماج توعي كامل، مثلا سيرفاس فاسي هذه فوالا. تضغط هنا تنقلها وين تحب، كجد كبيرة تقدر تنقص فيها ليماج تاع كيما تحب انت. ايضا نقدر ناجوتيو دي ريسورس، مثلا هنا كور كليك عليه ونقولو اجوتي فيشي، ونحط له مثلا تي بي ا مثلا فقط. طلع هنا يعني تي بي ا، شوفو كيفاه يجي. نقدر ناجوتي له مثلا ريسورس يو ار ال مثلا يا www.google.dz/. لاحظوا شوفوا لو ليان كيف يبان هنايا دوكيمون، وهنا لو ليان. نقدروا اذا كان غلطنا نقولوا رومبلاسي لو ريسورس ولا سيبريمي لو ريسورس، تعاود تكري مدرج جديد اجوتي فيشي مثلا تي بي دو. هنا تكليكي تقولو سيبريمي ريسورس، و يعني تكون سيبريمي تو، وتعاود تحط اللي حب انت. هنايا تاجيستي لا كارت، يعني تعاود تعدلها في النص، يعني هذه أغلبية الأشياء اللي تقدر تاجوتيها في لا كارت كونسيبتوال. بعد الانتهاء يعني من الأشياء اللي ذكرناها في الفيديو السابق، يعني اللي تكون في لا كارت كونسيبتوال، كيفاش نحفظوا هذا لا كارت؟ أولا نقولوا سوف جاردي، يعني سوف جارديها لهنا في برنامج في. بعدها نضغط على فيشي، نضغط على اوريجستري سو، وهنا نبدل الاكستنسيون تاعي نديرها ايماج. دونك بي جي بي او جي هنا، وتقول له سوف كاردي. نقدر نروح نشوفها لا كارت كونسيبتوال فوالا. هنا مادام مفتوحة ما تبانش، لازم نغلق البرنامج. نفتح
Voilà, il y a la carte conceptuelle. Il y a des documents, des ressources, des images. هنا برك هذا الكادر اللي كان حبس نحيه ديرو روح الفيديو ديرهم بويض ديرهم بويض دونك نعاودو نفتحو لا كارت كونسيبتوال تاعنا في برنامج في نفتحوها هنا ديروه بيض احسن باه ما يبانليش خلاص في الخلفيه هنا ديرو لين ديرو بيض هنا لين ديرو بيض فوالا دير كلش بيض هكا باش ميفوتش في لافوتو ونقولو سوف كاردي اورجستري سو دونك هنايا لا فورماسيون سيتي جي بي او جي فوالا ايضا عندنا يعني نفتح البرنامج دونك هنا باش نغلق البرنامج باش ندخل لا فوتو فوالا تلاحظوا بلي راحوا هذوك الخطوط كانوا هنا اللي كانت سابقا هنا مثلا هذه الفوتو القديمه هذه الفوتو جديدة ايضا كاين دوتر فورما اللي هي الفورما HTML دونك راح نعطيكم كيفاه تحطوا HTML في لا بلاتفورم سواء نحطوا لا باج يعني لا كارت كونسيبتيال سو فورم هذه هي سو فورم ايماج والمرافقين يكونوا على بالهم باللي كاين ديجا لي ريسورس هذو لانه ما يتفتحوش واش كاين دوتر فورما الفورما HTML راح نكري هنا دوسي نسميه سي سي مثلا هاد لو دوسي نحط فيه لي فوتو تاعي كامل يعني بار اكزومبل لا فوتو هذه يعني لي دوكيمون مثلا هذا تي بي 2 نهزهم اكل نحطهم في فيشي واحد ونروح للوجيسيال في نروح لوجيسيال في نفتحو نجي هنايا فيشي نقولو اورجستري سو ونروح للدوسي تاعي ونفتح سي سي اش تي اس ام ونسوف كارديها اش تي ام ال دونك اش تي ام ال اوكي حطلو ليكستنسيون تاعي هنا البيكسل بارك تاع ليماج نقولو اوكي يسوف كارديها لي اش تي ام ال لاحظوا نجي هنا نلقى دو فيشي فيشي ليكستنسيون تاعو HTML وفيشي PNG يعني هذا تاع لا فوتو نفتح هاد لا ليكستنسيون HTML فوالا تفتح لي لا فوتو هنا لي ليان يخدمو شوفو كليكي هنا تفتح لو ليان كليكي هنا تفتح لو دوكيمون تاعي فوالا هنا راهو خرج لي ايرور لانه ما لقاش لادريس تاع الدوكيمون تاعي لازمني نحطها في ميم دوسي انا يعني هنا دوسي ما كانش فيه فيشي وورد دونك هذا فيما يخص يعني لي ليا لي باغي ديبوزي هذا لازمو يخرج منا خلاص ويخرج من هذه يغلق اوكي يغلق هذا اوكي فوالا ويضغط هنا ويكمبليسي هاد لو فيشي يعني يضغط عليه هنا يقولو اجوتي اوكي راح يتكريا لو فيشي تاعو جنرال اوفرير افيك فوالا يلقى هنا لي دو فيشي تاعو راح يفتحهم يتحصل على لا كارت كونسيبتيوال تاعو ويديبوزي هذا بعد لو فيشي في لا بلاتفورم ما ديبوزيش غير يعني فيشي بارك اتش تي ام ال ديبوزيه في زوج كومبليسي مع لي زيماج لي استعملهم لي ريسورس سينو كي تفتحوهم ما يلقاوهاش نتمنى هذا الفيديو عجبكم ما
ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس و لا تبخلوا علينا بملاحظاتكم وآرائكم في تحسين القناة. وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله، اللي راح نتكلم فيه على النشاط الثاني اللي خاص بالأوبال، كيفية تثبيته والعمل عليه.